شو بده يصير مع مولود الثور بالأسبوع الثاني من شهر حزيران جون 2023؟ يا عزيزي، بتضطر أنت لقبول بعض الشروط الضاغطة بأول هالأسبوع، يعني بين الخميس 8 والجمعة 9، يمكن على أثر دخول فينوس إلى برج الأسد. بهالفترة بتنتهي من مرحلة فلكية حتى تدخل مرحلة فلكية أخرى. لازم تنجز أعمالك بدون تأجيل، ما تبلش بمشروع جديد إلا إذا كنت متأكد من نجاحه. ما تستعجل شيء، بل لازم أنك توضع استراتيجية أو خطة واضحة وتفكر بالمستقبل بهدوء. ابتداء من التنين 12 كون حذر جدا، ما تتهور بقراراتك، يمكن تتراجع معنوياتك شوي، وبالوقت نفسه تميل للمجازفة والمغامرة. لازم تعرف انه رغم الصعوبات لح تكون النتائج مرضية جدا، وبتتجلى بين الخميس 15 والجمعة 16، هاليومين مناسبين لإلك. أما الأرباح المالية والنقاشات على الصعيد المادي فبتضل متصدرة كل اهتماماتك ابتداء من السبت 17. القمر الجديد يوم الأحد 18 ببرج الجوزاء بيلتقي بميركور. شو رح يصير؟ خبرك الأسبوع الجاي.